تسأل أم عمر من جدة وتقول: إذا كان الإنسان في سيارة مثلا أو في مكان عام وهو يقرأ في نفسه ووصل إلى موضع السجدة، هل يسجد في أي مكان يكون فيه أو يؤخر آية السجدة إلى أن يرجع إلى بيته، أو يؤخر السجدة أيضا إلى أن يرجع إلى بيته، أو يكتفي بالتسبيح؟ جزاكم الله خيرا. أصل سجود التلاوة كما مر ليس بواجب. الحمد لله. لقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: إن الله لم يفرض علينا السجود، يعني سجود التلاوة، إلا أن نشاء. فإذا كان الإنسان يقرأ أو في مكان غير مناسب للسجود أو لا يتيسر له السجود، ليس هذا بواجب عليه. نعم.